السلام عليكم أيها الأصدقاء. اليوم سنحل مشكلة الإشارات في التطبيق الصيني. نضغط على هذا التطبيق، معروف هذا التطبيق، يعني غني عن التعريف، لم يعرفوه سأخبركم به اليوم. نضغط على التطبيق يا أصدقاء بهذا الشكل، هذا الذي شرحته منذ يومين. بعض الأصدقاء قالوا لي حلنا مشكلة الإشارات. إن شاء الله سنحل اليوم مشكلة الإشارات بإذن الله عز وجل، سنستطيع أن نحل المشكلة الإشارات يا أصدقاء. انتظر قليلا حتى يفتح التطبيق. عندما يفتح التطبيق سنجرب معكم بتطبيق الفي بي إن الصيني. هذا تطبيق في بي إن ويمكنك شراءه، يعني كل نحن كيشحن ب كتشحنو ب 18 يوان إذا أردت أن يكون مدفوعا. نضع ونجرب على الخانة حتى يظهر معنا الإشهار. سنجرب هل سيظهر الإشهار أم لا. ننتظر قليلا حتى يظهر الإشهار، سنرى هل سيظهر أم لا. ننتظر أصدقائي، ننتظر يا أصدقاء، نرجو الانتظار قليلا. شوف هل سيظهر الإشهار أم لا. ننتظر قليلا، لم يظهر الإشهار. نجرب مرة أخرى وظهر الإشهار أصدقائي كما ترون. كما قلت لكم إنه شغال أيها الأصدقاء، ظهر الإشهار كما ترون أصدقائي. هذا هو الإشهار كما ترون أيها الأصدقاء، ظهر أم لا؟ كما رأيتم هل ظهر أم لا؟ بل ظهر الإشهار كما ترون أصدقائي، ظهر الإشهار. هذا شيء رائع يا أصدقائي، شيء مميز. كما ترون ظهر الإشهار. عندما يظهر الإشهار نرجع بهذا الشكل أصدقائي. انظروا ماذا سأفعل، انظروا وتمعنوا يا أصدقائي. نضغط هنا في الـ VPN كما ترون ونرجع إلى الإشهار حتى يظهر معنا الإشهار أصدقائي. نرى هل سيكمل معنا الإشهار أم لا. نرى أصدقائي، هذه هي الطريقة، هذه ضعيفة أصدقائي، ضعيفة ذلك لأن لم يكمل معنا الإشهار، لأن ضعيفة. نرجع إلى التطبيق. ها هو التطبيق، ترون إنه اشتغل أصدقائي. أرادوا مني أن أحمل هذه اللعبة التي تدفع على العربية. كما ترون إنه إشهار أصدقائي، كما ترون إشهار، إنه إشهار كما رأيتم، إشهار. شغلناه في التطبيق كما ترون. سنرى كم عندي، إنه شيء رائع. وعندما تخدم الـ VPN تربح بكل سهولة يا أصدقاء. سأخرج وأمسح اللعبة، هذه اللعبة، وأحملها أمامكم. هذه لم تشتغل عندي أنا، لم تشتغل عندي، سأحملها في هذا الفيديو أمامكم ونراها ستشتغل. سأجربها ستحمل أم لا هذه اللعبة. سأحملها الآن. أنا لم تشتغل عندي هذه اللعبة، لم تشتغل في هاتفي، أظن أنه تحديث جديد. عندما حملته من الموقع الرسمي لم تشتغل. كما ترون أصدقائي إنها طريقة رائعة، وإذا اشتغلت سأشرح لكم طريقة السحب من هذه اللعبة المميزة. كما ترون أصدقائي سنجرب معكم كيف نحمل هذه اللعبة. ننتظر قليلا أيها الأصدقاء، كنت لم أحملها ولكنني سأحمل هذه اللعبة وأجربها. جات فرصة من ذهب، أنا لم كن أنا أعملت الفيديو البارحة ولم يظهر لي إشهار، ولكن عليكم بالانتظار، تنتظرون قليلا ثم يظهر هذا الفيديو.
ننتظر حتى يحمل معنا يا أصدقاء، حتى يحمل كما رأيتم أصدقائي. السلام عليكم أيها الأصدقاء، اليوم سنحل مشكلة الإشارات في التطبيق الصيني. نضغط على هذا التطبيق بيتنا، معروف هذا التطبيق يعني غني عن التعريف، لم يعرفوه سأخبركم به اليوم. نضغط على التطبيق يا أصدقائي بهذا الشكل، هذا الذي شرحته منذ يومين. بعض الأصدقاء قالوا لي حلنا مشكلة الإشارات، إن شاء الله سنحل اليوم مشكلة الإشارات بإذن الله عز وجل، سنستطيع أن نحل المشكلة الإشارات يا أصدقاء. انتظر قليلا حتى يفتح التطبيق، عندما يفتح التطبيق سنجرب معكم بتطبيق الفي بي إن الصيني. هذا تطبيق في بي إن ويمكنك شراءه، يعني كل اللي حنو كيشحن ب كتشحنو ب 18 يوان إذا أردت أن يكون مدفوعا. نضغط ونجرب على الخانة حتى يظهر معنا الإشهار، سنجرب هل سيظهر الإشهار أم لا. ننتظر قليلا حتى يظهر الإشهار، سنرى هل سيظهر أم لا. ننتظر أصدقائي، ننتظر يا أصدقائي، نرجو الانتظار قليلا، نشوف هل سيظهر الإشهار أم لا. ننتظر قليلا، لم يظهر الإشهار، نجرب مرة أخرى وظهر الإشهار أصدقائي كما ترون. كما قلت لكم إنه شغل أيها الأصدقاء، ظهر الإشهار كما ترون أصدقائي، هذا هو الإشهار كما ترون أيها الأصدقاء، ظهر أم لا؟ كما رأيتم هل ظهر أم لا؟ بل ظهر الإشهار كما ترون أصدقائي، ظهر الإشهار. هذا شيء رائع أصدقائي، شيء مميز، كما ترون ظهر الإشهار. عندما يظهر الإشهار نرجع بهذا الشكل أصدقائي، انظروا ماذا سأفعل، انظروا وتمعنوا أيها الأصدقاء. نضغط هنا في الـ VPN كما ترون ونرجع إلى الإشهار حتى يظهر معنا الإشهار أصدقائي. نرى هل سيكمل معنا الإشهار أم لا. نرى أصدقائي، هذه هي الطريقة، هذه ضعيفة أصدقائي، ضعيفة ذلك لأن لم يكمل معنا الإشهار، لأن ضعيفة. نرجع إلى التطبيق، ها هو التطبيق، ترون إنه اشتغل أصدقائي. أرادوا مني أن أحمل هذه اللعبة التي تدفع على العربية، كما ترون إنه إشهار أصدقائي، كما ترون إشهار، إنه إشهار كما رأيتم، إشهار. شغلناه في التطبيق كما ترون، سنرى كم عندي، إنه شيء رائع. وعندما تخدم الـ VPN تربح بكل سهولة يا أصدقاء. سأخرج وأمسح اللعبة، هذه اللعبة، وأحملها أمامكم. هذه لم تشتغل عندي أنا، لم تشتغل عندي، سأحملها في هذا الفيديو أمامكم ونراها ستشتغل. سأجربها ستحمل أم لا هذه اللعبة، سأحملها الآن. أنا لم تشتغل عندي هذه اللعبة، لم تشتغل في هاتفي، أظن أنه تحديث جديد. عندما حملته من الموقع الرسمي لم تشتغل، كما ترون أصدقائي، إنها طريقة رائعة، وإذا اشتغلت سأشرح لكم طريقة السحب من هذه اللعبة المميزة، كما ترون أصدقائي، سنجرب معكم كيف نحمل هذه اللعبة. ننتظر قليلا أيها الأصدقاء، كنت لم أحملها ولكنني سأحمل هذه اللعبة وأجربها، جات فرصة من ذهب. أنا لم كن أنا أعملت الفيديو البارحة
ولم يظهر لي إشعار، ولكن عليكم بالانتظار، تنتظرون قليلا ثم يظهر هذا الفيديو. ننتظر حتى يحمل معنا يا أصدقاء، حتى يحمل كما رأيتم أصدقائي.